بونجور لو ماروك خوتي خواتاتي، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في الحلقه الثانيه من الموسم الثالث من برنامجكم برنامج شعب سكيزوفرين. الحلقه ديال اليوم حلقه سبيسيال لان الضيف ديالها كان تحت الطلب. نقدر نقول لكم هو عجوز شويه ولكن باقي شاد في الارض. الاخوان بالنسبه للدراري اللي قل من 12 عام ما يتفرجوش في هذه الحلقه، انا كنصحكم الاباء شدوا وليداتكم حيت السيد زيد نغزه واحد شويه. قلبنا لي على لقب وبعد جدال ونقاش طويل مع الطاقم التقني ديال البرنامج لقينا لي اخيرا اللقب اللي هو الذكر ديال سينا، لذلك حنا غنكرموك التكريم ديال سينا. حاجه وحده اللي كنوعدوك بها هو ان هاد 15 دقيقه اللي غدوز معنا غتكون اكفز 15 دقيقه دوزتي في حياتك. غنبهدلوك، غنكرفسوك، غنضحكوا عليك اللي غادي واللي جاي، وغنعصبوك وغتعصب. انت دابا كتعصب، شو انت تعصبت؟ يلا واشعل، يلا واشعل 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 يا المرض شعل. استقبلوا معايا ومعكم الانفصالي الخائن عجوز القرن اللي الاسم ديالو الحقيقي الهواري الرحال والملقب بريشار عزوز. اهلا عبد الله، السلام كابتن. يا الراكب ياي وعلى الجمال وين ناقع في سخانه واصله فيه 139 بوس. انا في ايامي فاش كنت كنتسارى في هذيك كازابلانكا والناس ديالي في لي زاني 60 اللي كيعرفوني يقولوا لكم راه بوليس يدير مو صيفطوا للكوما. انا عيلان كنتقلق، كنجري لها حومه في عين الشوق. انا فين؟ شامبيون هذا اللي كيدير معاكم الريفلكس، ما كانش يقدر عليا شي واحد في الريفلكس. صح لي ناس ديال الزنف وغيره وجانا شويه ديال الدراري صافي. اسمح لنا جانا شويه ديال سميتو الريفليكس والكونفليكس ومن الهوايات ديال عزوز العجوز هو انه كيتفنن وكيتقن سب وشتم المغاربه بابشع الصفات. ما تخبروش بان السبان راه كيضرب في البوطو ولا في الحيط وكيرجع لك. راس كتسبني كترجعها لراسك. والله حشومة الشارف حشومة. مروك طلعتو خرا وكتسبوا العالم اللي حداكم، تقدروا على الجزائر ديال امكم ويلي، تقدروا عليهم في ثقافتهم وفي حضارتهم. فين مخير في امكم شقرا في الجزائر؟ درتي نوفل كبرتي درتي بويدرات الصحة راسي عندهم في المغاربه. شو ولا دين امك كاين هادين بوك؟ شو ولا دين امك يا قوم لوطي شايا هاد عرفت الله عليك هاد لك الاخر الله يحرق التواصل بعد النق وانت تواصل خالتك يا عدول الشعب على وجه الارض يا المغاربه الخرا. انت تتهضر بحالي بحال اختي. حمار شعب حمار شعب حمار شعب حمار ناري كدوي معاك كتخرج منه ريحه الجورنال بيضو بحال مولاي يعقوب. شعب مسطي يا شعب حمق يا شعب مدلول يا شعب ما فيهش غرام ديال الانسانيه. اذا مالو اذا علاش كيقلب؟ انا نقول لك شنو بغى يدير، بغى يدير الفتنه، بغى يفتني يفتنو يفتنك، فيتنولوجي في البلاد. علاش كتهضر السي عزوز باسم الامازيغيه؟ شكون قالها لك؟ انا امازيغي ما بغيتش تهضر سميتي، انا امازيغي قح ابا عن جد من ايست غروشن، والامازيغ في المغرب كلهم بحال بحال، وكاملين حنا كنعتزو بامازيغيتنا بمغربيتنا وبعروبتنا وباسلامنا. انت مالك؟ انت بعدا رافع عنك، انا شخصيا رفعت عنك قلمي وعالمي فوق الامم. انا فنان انا فنان. لو بغيتي تناضل وبغيتي تعالج عالج باداب، تادب حتى في اللغه ديالك باش تقدر توصل فكره مفيده، حيت هاد البلاد صعيب باش يهرسوها بحالك.
هاد البلاد راه هزا الامازيغيين، هزا الشماليين، صحراوة العرب وتا البراني، مرحبا به. عندنا الروح ديال الضيافه. المهم في هادشي كامل هو اننا كنجمع على حاجه وحده اللي هي الاسلام، وتا اللي زاغت عليه الديانه ديالو اولا الايديولوجيه ديالو ما كاينش اللي كيهضر معاه. اذا انت شنو بغيتي تجيب للبلاد؟ ما فهمتش. الجمهوريه كشعب امازيغي حر، الجمهوريه بالديمقراطيه يا الكلاب يا الصالشيان. وهذا واجب على كل امازيغي اللي وصل، ما بقاش قربوز يعني وصل لهذيك اسمه الماتوريتي للفكر، خاصو يكونفرونتي الكوشمار ديالو. سير نعل جدك وجد والدي، تكرفصوا على الامازيغ في ارضهم والان باقي جد. عدموهم من حقهم. مربي واحد الشعر ديابلو ديال سيدي قاسم. شمال افريقيا ترجع للامازيغ. العبيد مرحبا بكم تسكنوا فيها ولكن ما تحكموناش. في التمثيل والله الا عرفتي بحال داك الشيء ديال بابيد وهذاك الشيء. دخلوا في ارض الامازيغ وهذيك ارضي انا امازيغيه وليا الشرف باش نتكلم عليها كوم صابري. بصح كاينه من حقك تهضر كوم تي لوب كوم كوم تي لوب كوم تي كوم كوم تي لوب هذيك سميتو محقق محقق تهضر، ولكن علاش هربتي منها؟ علاش هربتي من البلاد على بلي كتهضر من برا؟ حيتاش حصلوا عليك عمي عزوز الرشوه والفساد الاداري. اذا انت بحالك بحال بحالك بحال هذوك اللي بغيتي تحارب، وفاقد الشيء لا يعطيه، والمش ماشي تما يوصلش اللحمه عادي يقول لك خانزه كاينه ولا ما كايناش. وتما النيفو كيطيح، وخا تكون قاري الدمياطي النيفو ديالك بالسبان كيهبط الى اسفل السافلين. واخا نقولوا حنا السبان وعائلتي المغاربه ماشي مشكل ما نديوش عليك انت سفيهون، ولكن الدين مالو؟ علاش الدين مالك بها؟ هذا الله ديالكم خيالي ما موجودش ما كاينش الله، هذا خيال موجود في المخ ديالك الحمار. امي زوري امي زوري امي زوري. المساجد ديالكم وضع الضاعه راسي لا مبجوب. واش انت بأتمك من الناحية العقلية ولا لا؟ تكبير هيا ويا كبير. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. انا ولد الأستاذ. أستاذ؟ أطيع. الفيلسوف في اللغة الأمازيغية كيقول لكم إلى حينا من إنا، غادي نفصلوا لكم الغميق هذا كله، غادي يبقى القرآن غيبقى في حفاري. تماك ضربوك الله. دين الخوف ودين تخرميز ما كاينش. الله انا كنقولها لكم فريمون كليرمون اونيتمون، كنقول لكم هذا الله اختراع. اعوذ بالله بيكلمني مطلع ما تعرف شراب ولا ريحه باط ولا وسخ بين صوابع في قرف عليك. والمشكل هو انه ديما كيعطينا ليكزومبل بميريكان والدول الغربيه وكذا وهادي. تفرج في سيادك، تفرج في لالياتك كيعطيوك العظام تحت اسم وتحت غطاء الحريات الفرديه وداكشي، انت كتجر وما كيشدو الطريق الصحيح. تفرج على الحبس. اشهدوا ان لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. وأشهد أن الجنة حق والنار حق لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله بارك الله فيك إن شاء الله. والتناقض تناقض 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 يا التناقض يا حيتاش كبير ولا فيه الزهايمر إلا وحدة فيهم. كنفرقش بين الأمازيغ والعربي والعربي والكحل. نصهم زمازيغ نصهم با كونفو لي بيدالو الصال راس لي ميكروب. المواطن اللي غير باغي يشطح وباغي يسكر وباغي يتحشش وباغي يضحك على الناس. صحا هادي في خاطر الاحرار، خاطر الاحرار اللي هما وزبيده ونعيمه. تمام وزبيده ونعيمه.
راه ندير لكم كل كذوب مكتوب شحال من لغه. وفي القرآن الكذوب والإسلام اللي ما كاينش إلى هذاك الله ديالكم اختراع. وهذا أنا فين باغي كنتمنى الخالق يحفظني هذاك النار، الخالق يحفظني هذاك النار، الخالق الخالق الخالق. راه القدرة الخالق والكاربة راه واعرة على دين أمكم كتفوقكم وتفوقني كتفوقني. لا لا هذا غالبا فيه الزهايمر، يا فيه الزهايمر يا فيه شي أمراض مزمنة، يا كضرب الزيبان يا كضرب الخردالة ما فيهاش تخرشيش. سيدي ما معصب شي نهار غيطير داك شي عرق قدام كاميرا مالو قتلاتو كاميرا. تكيس على راسك شويه، حنا مبغيناكش تعصب. علاش مثلا ملي كنقول لك العجوز كتعصب وحنا الاخوان مابقاش نقول العجوز الله يرحم باك صافي كيتعصب ما نقولوش العجوز حيتاش العجوز هي اللي كنعصبو. هذيك العجوز بالضبط حيتاش هو عجوز كنقولو له عجوز كتعصب. او دابا ما خصوش تعصب، ما قلناش لك عجوز انت عجوز ما خصوش نقولو لك عجوز. يلا هو شحال شحال تطلع ماذا فكر motherfuckers. لا حتغلط حنغلط يا با مش عايز غلط بالصلاه على النبي. ديال المغاربه كلهم دين امهم اللي ما كيفكروش كرجال وكنيزه احرار. ينعاد بالحرق دين امكم انا طرود ينعاد ينعاد هاد الخونه هاد. ودابا فهمتوها مزيان يا ضنايا عجبك يا الكارو دين امهم ما يشغل لهم شي من هاد ديال تاهي فقر. والله الراجل ده بيصعب عليا بشكل تفو على دين جدكم تفو على ابوكم تفو على دينكم تفو على المعروف. بصراحة يعني من غير ما تزعل مني طريقتك في الكلام مع الناس سوقية شوية لأن انتم اللي كتقلقوني. اوكي اسمع الله 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 اسمح لينا اسمح لينا صافي صافي اسمحوا صافي يا اخوان والله الا عرفنا بانك فك السكر وسميتو اسمح لينا بزاف. شفناك في فيديوهات كتشرب الماء ولكن ما عرفناش حنا في الاول ما تحملناش الماء ما زعما كنعتذروا على تعصبتي وكذا. صافي اشرب الماء اشرب الماء اشرب الماء. هو بيني وبينك ما عرفناش واش هذاك الماء ولا واش هذاك مانيت ولا نيت ماء. ماشي الخاطر راه هو هكاك راه عمر الشيخه ما تنساه هزت الكتف راه فيه فيس شي واخا ما يبغيش يتعصب كيتعصب ما يبغيش يخسر هذا بعدا خسر الهضره ما يقدرش ما يخسرش واخا كيحبس راسو حتى كيحبس كيزبلها حيتاش فمو مع مخو انكومباتيبل. انا قلت لكم ما غاديش نسب غادي نخرج الكلام قبيح دريويش وما يقول والو يا الدخلاء يا الخماس يا المكلخ يا ال يا دبلة ما ريكو دبلة ما هيدا وما قلت لكم ما بغيتش نسب راكم كتخرجوا لي على عقلي لعندي جدكم الكلب شتي حاجة جميلة شكرها هذه هي الحياة وساعد الناس هذه هي الحياة يا ضنايا والو ما كيصبرش كيفاش بغيتي السي عزوز العجوز نحترموك وانت ما كتحترمش راسك. الا بغيتي دير بلاصتك كمناضل واخا انت براني علينا برا البلاد بطبيعة الحال خاصك تحترم بزاف ديال الحوايج لاولهم المغاربة الشعب المغربي مرتك ولدك وعلى الاقل احترم امك. امك اللي خليتيها هنا في المغرب علاش خليتي امك في المغرب؟ يا كنت في ميري كان عايش بخير وديها معاك تعيش بخير اولا تما عايش علينا بالتصاور كضرب الماكله ديال الكنيسه وكتفرقع علينا. ولكن بصراحه وحده ما نكذبوش على الله ونشهدوا العزوز من قبيل وحنا كنفرقعوا فيه وفي الاخر
واحده اللي كيحترمها هي واحد لا فام مسكينه واحد لا شونسيز هي اللي قال عليها رشيد قال لك لو كان ابي في الدار لما كانت ابي دار. Me traiter de pute, c'est très bien, ça me dérange pas. عزوز اللي جاب القرف ده على هاد الاخت ديالنا هذيك ختنا هذيك ابي دار ابي دار ممثله زيد بس لا البنت خبره بصراحه خبره وشوفوا قاعده ازاي القاعده دي مش قاعده طول دخل ابدا تكرسوا لنا على ابي دار ممثله الامازيغيه تسبوها ينعدين دمكم وانتي اجزم فمك ورنو في الكدار تعبوك لبنى ابي دار اشنو عملوا فيها الخونه ديال المخزن الخونه ديال الاهماجيه ديال الفاشيه الاسلاميه على فيريت بغيتي الكونتاكت بغيتي تزها وشوف الشريف حنا اللي غنزهاو معاك اليوم داكشي اللي جبنا لك فون كحل ولابسين لك حيت غنكحلوها معاك ليليها ليها تبعوا معايا الاخوان مزيان هاد الفيديوهات هذه هي اكثر كلمه كيقولها عزوز في الفيديوهات ديالو سمعوا مزيان المغاربه اللوطي يا قوم لوط يا قوم لوط اللوطيين يا قوم لوط ومن بعد ما درنا لي ريشيرش ديالنا عرفنا علاش هو متمكن من هذه الكلمه كيعطيها حقها واقف عليها وقفه رجل واحد شوف هاد خينا اللي معاه عاش الشعب وعاش المواطنين الوطنيين ماي بارتنر ماي بارتنر ان كرايم انا هاد نازل العالم الوطني بغيت نقول بان هاد العالم لا يمثلني هذا عالم الاستعمار ماشي المغرب هو اللي مستعمر الصحراء الصحراء هي اللي مستعمر المغرب وهذا عالم هذا العالم هذا ما تيمثلنيش ابدات معاك اخي 100% وهذا علاش انا كنتكلم معاك وهذا علاش انا صادقتك حاني كذب من اولها يا عزوز اش علاش صادقتي صادقتي حيتاش النضال وكذا ماشي على قبل حيتاش هو سميتو وانت سميتو ما عرفناش دابا حنا شكون اللي سميتو وشكون اللي سميتو واش هو هي ولا انت هو هي واشرحوا لينا حنا راه بغينا نعرفوا شكون اللي هو وشكون اللي هي الانسان اللي كان عنده اضطراب الهويه الجنسيه طبعا تعاني ليس فقط في العمل بل في مجموعه الحوايج انا في شي حد تيقول لي مسيو فما تعجبنيش عمرني حسيت بها طبيعيه بعد مرة كتعصبني ومرة أخرى تجيني غريبة ومرة أخرى تضحكني أنا صافي كنت ديما تيعمل فيها في السي فلان دوكا 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 زوج بين بزاف إي دونك جيماجين كو موا جو نو سافي با دي تو كو جيتي افيميني كو سي سو كنخرج مع البنات كنعصب راسي بنت ولا نخرج مع البنات نلعب معاهم كورة تما غولاسيون افيك لا ريليجيون سي ديجا تيرميني سي ديجا تيرميني C'est déjà terminé. Ou c'est normal, c'est déjà terminé. Parce que c'est déjà commencé avec Azouz. بين قوسين الاخوان هذا السيد اللي مع عزوز فهو كان استاذ جامعي في قنيطره مزوج وعنده بنت وخلاه من قبل عزوز ولا ناد عزوز راه مسيطر صافي ولكن واحد الحاجه الاخوان هو عزوز كان كيكذب علينا وكيقول لنا بان هو بانا وبات بزاف ديال الناس في المغرب عزوز في دول ما كتولدش هادي ما كيولدش عزوز هذاك الشرط السي الوزير هذاك الشرط علاش دايرو حيت صحف الصحراء حيت حنا في الصحراء وانت هنا دابا كتفضح لينا في الاسرار ديال الدوله تقريبا القرا لا ولا نعرفك راجل وهذوك الشلاغمي عندك ديال الرجال نوض كذب هادشي وبين لنا الحقيقه وباش ما تقدرش غنزيدو حنا ناكدو على هادشي جبنا لك استاذ واحد الشاهد عيان هو واخا عيان شويه ولكن يشهد معنا في هذه الحلقه صديق ديالك عاش معاك في امريكان مرات ومرات ريح معاك في الطار لا هضرتي انت وياه وقعوا شي اسرار بيناتكم كاع هاد الصديق ولكن هادي قاصحه شويه ما بغينا نقولوها ولكن قاصحه يتعصب تعصب على زوزيان هادي اللي قلنا سي عمر تعصب وحنا ما بغيناش نعصبو مسكين كيضرب الزيط فام وكيضرب ديك لا لا صافي خلاص صافي عصبو عصبو صافي المخرج اش غادير نعصبو شعل شعل بعض الاصدقاء ديالو لنا حكاو ليا هو كان في المغرب وكان في انا ذاك كيقولوا ليا في سنوات مضت كان في التجمعات مع بعض الاشخاص مغاربه واليوم كانوا اعتدوا عليه مغاربه احرار اللي ما اغتصبوه من الدبور ديالو فريتشارد جلستو
واحد في الإقامة في يوم من الأيام ويتشد بأنه اللي غندا نقول لك هو بدا كيتكلم معايا وبدا معايا شي كان معايا شي تصرفات كأنه أنت شي هو اللي خلاني أنا بعد من هاد الشخص هذا بغاني نمارس عليه الجنس لكن أنا صراحة لأنني ما كنحملش هذاك النوع. إيوا الإخوان من عزو صدق سميتو عليه، فحنا غنخليوكم مع موهبة عزوز وهو عزيزة. سي عزوز بغينا شي شهيوات المغاربة جاو اليوم باش يحتفلوا بعيد ميلاد ديالك في هذه الحلقة هذه، فحنا بغينا الحلوى. الحلوى الحلوى، عطينا الحلوى نشوفوا حنتي يديك. بغيت في هذه الحلقة هذه نقدم لكم دي بيسكوي عبارة على بشكيطو بالكونفيتور أو بشكيطو بالمربى، فمش حال هذا كنا نقوله بشكيطو، يعني هو عبارة جيست على أن بيسكوي صابلي كيجي رائع. إلا كان عندنا الوقت غادي نشوفوا جوج ديال الأشكال. بالنسبة للمقادير اللي كنحتاجو، مقادير بسيطة جدا، كتجمع ما بين دقيق، سكر كلاص أو لا سكر بودرة، زبدة، كاين عندنا الزيت، الملحة، سكر فاني او لا سكر فاني. وبطبيعه الحال كاي ضيف من ضيوف ديال الحلقات ديالنا فحنا نخليو ليه كلمه اخيره. اعطينا شي كلمه اخيره فانت طلعتي لينا في الراس وبغينا غير نمشيو لها حيت الناس عندهم ما يقدروا. يلا كلمه اخيره بالزرفه. لا 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 باقين زيك ستراتيرس اللي كانوا كيجيو هاد الارض وباقين كيجيو لهاد الارض وباقين شادين هاد الارض واحد باش يخدم لي زوموس ديال اون ديسكريميني با كونتر لي دابا لي اون ديسكريميني با كونتر لي زوموس خاص تعاينينا راه باقينا البوليس راه كنفرح بوب بوب طاموس حالا وان ولا انت ولا الا ولا فات ولا ما زال كيس كنتمنى ان الحلقة الثانية من الموسم الثالث من برنامج سكيزوفرين تكون نالت اعجابكم. وكما قلنا الهدف ديال هذه الحلقة ماشي هو نهاجم السيد فقط، الا كان بغى يناضل بصح وبغى يعطي لهاد البلاد ماشي بالسبان ماشي بالفتنة، ناضل واخا من بعيد ناضل ولكن ناضل نقي. فاحنا بطبيعة الحال الا كنا شي واحد يدخل الفتنة ما محتاجينش ليه، وما كرهناش انك كنتي في البلاد هنا وتهضر بدون خوف، سينو فانت كتسمى خائن. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين ديالنا www.youtube.com/tvskizofren، وكذلك انكم ديروا جيم في لاباج ديالنا لي سلاش سكيزوغين او تكتبوها بالعربيه برنامج سكيزوفرين، تصيفطوا لنا اقتراحات ديالكم الاراء ديالكم وكذلك الانتقادات ديالكم فهي اللي كتخلينا نزيدوا لقدام. وما تنساوش باننا كما كنقول لكم دائما راه حنا كنحماقوا عليكم. السلام عليكم.